السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي أكتر من فكرة تصميمية، أنا عايز أصمم مثلا حوض بشكل معين، هصمم تكييف أكتر من تصميم، وأبدأ أشوف الموديل بتاعي هيوقع على واحد فيهم، أو هقعد مع الملك وعايز أوريله أكتر من شكل الفيلا عشان يختار منها. بدل ما أعمل أكتر من ملف ريفيت، هقدر أستخدم ديزاين أوبشن على أساس أحطهم كلهم. لما تيجي تدخل على ديزاين أوبشن، في حاجة اسمها المين موديل، أي حاجة تعملها في المين موديل بتظهر فيهم كلهم. هقول له أنا عايز حاجة أوبشن، دي هخلي اسمها مثلا وول، ممكن أعمل واحدة للوول واعمل واحدة تانية مثلا للفرنتشر وهكذا. طيب الوول دي فيها اوبشن 1 او الاوبشن 2 اوبشن 3، بقى عندي 3 اوبشن موجودين، تمام اهو بالشكل ده. طيب انا دلوقتي هنا في الاوبشن 1 اقول له انا عايز ارسم الحوائط بالشكل دوت، هختار اوبشن 1 اللي هو البريمري اللي هو الاساسي اهو. طيب اقول له اوبشن 2، هقول له خليها بالشكل دوت. ده اكتر من تصميم بقترحه على الملك. ده اوبشن 3، هقول له خليها بالشكل ده. طيب لو رحت هنا للمين موديل هشوف اللي هو اوبشن 1، اشمعنى اوبشن 1؟ عشان هو بريمري، ممكن اجي على دوت واقول له خلي لي ده، هو ده البريمري، هتلاقيه اتغير، تمام. طيب لو انا الحته دي بتظهر فين كلهم؟ لانها في المين، ممكن اجي هنا واقول له خليها تظهر في اوبشن 2 و3، ما خلاش تظهر في اوبشن 1. فانا بدات اتحكم اهو، اقول له مثلا اوبشن 1 اهي مش تظهر معايا، اوبشن 2 هتظهر معايا، اوبشن 3 هيظهر معايا. فبدات اتحكم في ايه اللي يظهر واللي ما يظهرش. يعني انا ممكن اعمل مثلا تيبل تري بشكل معين واوريه للراجل، لو عجبه خلاص موت عليه، لو ما عجبوش اوريه اوبشن 2، اوريه اوبشن 3، اوبشن 4، بقى كله موجود في ملف واحد، واقدر اختار واقدر اعدل فيهم بسهوله جدا. وسهل جدا ان انا انقل العناصر من حاجه لحاجه ثانيه، واقدر اتحكم هنا اقول له مثلا طب اوبشن 3 ده اعمل نفس الفكره بس مثلا للفرنتشر او للالكتريكال، تمام، بحيث ان انت تقدر تتحكم في كل الافكار اللي عندك في ملف واحد.